بكم والله مرحبا بكم والف مرحبا. كنبغي نقول الله يكمل عليك كل شيء بالخير، والحمد لله كل شيء فرحان معاها، كل شيء فرحان معاها، ونجا ومساكن يعني كل شيء جا فرح معاها، ولله يخطيكم والله الله يرحمكم الوالدين. كل شيء داز مزيان وكل شيء داز مخير الحمد لله. والقاعة شمسني قاعة كايزي أحسن قاعة في كازا كاينة هي قاعة كايزي ياك. إنطون وإنطون بيتر كل شيء الماكلة غزالة جوات قنانة وسعيدة شرف كل شيء الصراحة الله كبروا بينا. والقاعة ديال كايزي واعرة بزاف كبيرة وشطحنا وردحنا كل شيء. سارة ما جاوش العائلة ديال فلان الأب ديال فنة؟ والله ما نعرف أختي علاش ما جاوش، الله أعلم داك الشيء كيبقى ديالهم. حنا ما عرفتش عطاتهم الدعوة؟ عرضاتهم وعرضت راجلها وهادي وما جاوش لظروف الله أعلم شنو هي، ما عارفينش حنا شنو واقع. شنو تبغي تقولي لهم؟ ما عندي ما نقول لهم صراحة الله. علاقتك معاهم بعيدة؟ بعيدة ماشي بعيدة، مزيانة الصراحة ما عنديش أنا معاهم شي مشكل. مزيان الحمد لله. نرجس اليوم كانت واقفه وقفه رجل، كل شيء واقف معاها وحتى هي عاوتاني واقفه معاها، يعني واقفه بحال اللي قلتي وقفه رجل وبنتها عندها معاها. ربي يخليها لها، ربي يخليها لنا حتى هي. خلينا شنو تبغي تقولي الفنة؟ نبغي نقول ربي يخليك لنا فنة الغاليه. دير علاقتك بنرجس؟ كنشوفك ديما معاها قريبه لها بزاف. علاقتي بها كبيره الصراحه الله، عزيزه عليا بزاف عزيزة عليها. كنبغي نقول لها ربي يخليك لنا دائما تاج فوق راسنا يا ربي الحبيب. هي الاقرب لك في خواتات؟ بزاف. ما هي كنتفاهموا انا وياها بزاف. ملي كتمشي كتخلي بلاصتها؟ ملي كتمشي مسكينه كتخلي بلاصتها بزاف كبيره. ترى انت عندك قناه في اليوتيوب؟ عندي قناه في اليوتيوب. نرجس عندي قناه في اليوتيوب، كدعمني نرجس في اليوتيوب في الانستغرام مسكينه. امين يا ربي الحبيب. الحمد لله من بعد هذا الاسبوع نشوفكم دائما فرحانين. والعائله شنو تبغي زعما؟ تبغي المياه ترجع لمجاريها؟ ما بغيناش المياه ترجع لمجاريها الصراحه، الله ونشوفوا الشمل ديال فنا وباباها وماماها مجموع، ولكن الله اعلم يعني ما كرهناش يا ربي كبير ما عرفنا شنو كاين. كنا كنتوقعوا انهم يجيو اليوم. ما كتبش والله اعلم علاش. ما كتبش ما كتبش. نرجس تبارك الله قوية و نرجس ختي مسكينة قوية، وهذا الشيء هذا زعما ماشي يهرسها بالعكس يقويها إن شاء الله، وباقي تشوفوها زعما كثار من هيدا إن شاء الله في النجاح وفي كل شيء. نرجس ما ندمتش حيت بارطاجات داك الشيء وبكات في ستوري؟ ما عندها علاش تندم، ما ندمتش ما ندمتش الصراحة. أنت معاها في داك؟ معاها كنت معاها كيت معاها ضروري. ومع الناس وبكاو عاستك حنايا لي خوزه. الله يفرح. امين اختي امين 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 يا ربي الحبيب امين. بغيت تقول لهم يوما كلمه اخيره لنرجس والجمهور لاله؟ كنبغي نقول للجمهور لاله مولاتي كنبغيكم وكنحماقوا عليكم الجمهور نرجس اختي، وكنبغيو المغاربه كاملين، ويا ربي الحبيب تخلي لنا نرجس اختي وتخليها دائما تاج فوق راسنا وتخليها دائما فرحانه هي وبنتها ان شاء الله يا ربي الحبيب. كانت غتجي دنيا باطمة الحفل ديالكم واعتذرات، هضري لنا شويه. انتم قدمتوا لها الدعوه؟ قدمنا لها الدعوه وما جاتش، قالت لك لي ظروف الاعمال ديالها مسكينه ما قدرتش تجي. صابك جاتك شرفتنا الصراحه الله، ولكن ما كتبش. مره اخرى ان شاء الله حتى لشي مناسبه اخرى ان شاء الله وتجي. المهم بالنسبه لهذا النهار هو واحد العرس كبير في الحقيقه اللي تجمعنا فيه حنا كاملين كعائله، وفي نفس الوقت كاصدقاء ديال نرجس جاو وصحاباتها وصحابها. المهم كنا عائله وحده، لا صحاباتها ولا العائله ديالها، وشرف لنا انكم تكونوا معنا وحنا نكونوا معكم ونكونوا كاملين مجموعين في هذا النهار المبارك بالنسبه لنا. شنو تبغي تقول فنا ونرجس اليوم؟ فنا ونرجس هما واحد الهديه عطاها لنا الله في الحياه، اللي في حقيقة فتحت لنا بزاف البيبان اللي كانوا مفتوحين وزادوا فتحوا، وكنتمنى لهم حياة سعيدة حيت فنا ونرجس ما يكونوش معنا، كيكونوا معنا بعض المرات ولكن في الحياة ديالهم كنتمنى لهم واحد الحالات واحد الحياة عامرة بالحاجات مزيونين بحال اللي كيكريوهم مع بعضياتهم. الله يخليهم لكم يا ربي. شنو تبغي تقول نرجس على المشكل اللي كان واقع عليها؟ وحنا اليوم تمنينا أن عائلة ديال فلان تجي ولكن ما جاوش. شوف بالنسبه للاشكال نرجس هذا ماشي عين نرجس اللي داز فيه في حياته، كاينه بزاف ديال الاشخاص اللي دازوا من هذا الاشكال.
والنرجس كتعرف شنو كدير في حياتها، والمشكل اللي وقع لها هي قدرت تكيف معاه. وكنتمناو حنا الا كان شي حاجه مكتابه يكون مع بعضياتهم. اهلا وسهلا، ما كانت شي عاوتاني كل واحد الله ييسر له والله يجيب له التيسير في المسائل اللي اختار في حياته. وبالنسبه للنرجس اليوم راه ما كان عندها حتى شي فارغ في الحقيقه من ناحيه العائله ولا كذا شي، كانت كامله مكموله والمسائل كامله دازت مزيانه. وكما كتشوفوا وكما شفتوا وعيشوفوا ان شاء الله المتتبعين ديال لمولاتي غيكتشفوا ان الاجواء دازت فوق رائعه. اكيد بقى فيك الحال ملي شفتي نرجس في ديك الحاله وبقى فيك الحال كاخ في ديك الوقت؟ راه خرجت واحد التصريح في القناه ديالي اسامه ورياش اللي عندي في يوتيوب، عبرت عليها في حقيقه ماشي باش ندابز مع شي واحد ولا باش نعاقب شي واحد، عبرت فيها على الاحساس ديالي تجاه اختي، حيت انا كنعرف نرجس وشفتها في واحد اللحظه اللي بصح خرجت شي حاجات ما كتخرجهمش الا ما كانت شي مضغوطه ودازت من شي مراحل. على ديك الشيء خرجت انا عبرت على ديك الاشكال ديالي وقلت لها انا جنبك، ووضحت للناس اللي كيقولوا نرجس بوحديتها كذا كذا شي، اننا حنا كاملين بجنبها وعنبقاو معاها بالرغم اختلافات ديال الناس كاملين اللي عندهم مع بعضياتهم، ولكن الاجواء العائليه وديك الدفء العائلي دائما كنكونوا موجودين فيه وحاضرين بقوه. اكيد. كي دايره علاقتك مع عائله فلان انت كاخ؟ في الحقيقه انا عائله فلان عمري ما تلاقيتهم، زعما عمري ما تحت لي الفرصه، حيت انا عندي انشغالات ديالي حتى انا وعندي قرايه ديالي ومسائل اللي كنعملها، وهما عندهم مسائل ديالهم، وعمري ما تحت لي الفرصه انني نمشي ونتلاقى معاهم. كل واحد كان عنده انشغالات ديالو وهذه هي الحياه. يعني العلاقه ماشي وطيده؟ لا ماشي العلاقه كل واحد خاطر واحد الطريق، ما تحت لي الفرصه باش نتلاقاو مع بعضياتنا، الحياه عامله هيدا. شنو كتمنى نرجس؟ كتمنى ان المياه ترجع لمجاريها؟ كنتمنى نرجس تمشي في ديك الشيء اللي مكتب لله، تمشي في ديك الطريق اللي عدل الله، حيت ما نقدرش نقول ما بغيناش فنا تكبر وباباها ماشي حداها، هذا هو الاشكال. اكيد راه حتى شي واحد ما كيبغي يكبر وبواه ماشي حداه ولا يماه ولا واحد الدفء الاسري ما يمكنش يماه، ولكن هذه واحد المسيره وهذا واحد المكتب. اي الناس غيبغيو يدخلوا ولا هي غتبغي تصلح ولا هو غيبغي يصلح، ولكن الا كانوا متفقين وعاد كل الامور مزيانه اهلا وسهلا. كانوا غيكونوا اشكالات كذا شي، كل واحد يشبر الطريق، وبزاف الناس كبروا وما عندهمش والديهم، ولكن قدروا بواحد الطرف واحد يربيوا ديك الدفء اللي صعيب تربي بجوج ابوين. تبارك الله عليك اسامه. عطينا كلمه اخيره لنرجس وكلمه اخيره لجمهور لاله مولاتي. كلمة أخيرة النرجس، النرجس الله يخليها لنا والله يخلي لنا الجمهور ديالها. وبالنسبة للالة مولاتي تبارك الله عليكم، دائما حاضرين في جميع المناسبات والمسائل اللي كتتعلق بالمشاهير والحياة ديالهم الشخصية والعامة، تبارك الله عليكم، ونتمنى نتلاقاو إن شاء الله في شي فرصة مناسبة أكثر من هذه. شكرا. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالة مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.